في واحد شيخ هكذا ورجال تاجر عنده قط. والقط هذا كل يوم ياتي وهو جالس القط عنده. سالوه قال هذا ما يتحرك الا باوامري. اوامر صاحب القط. القط. ايوه. في بعد اسبوع واحد جاب فار. والناس جالسه فك الفار خبت القط. قالوا الطبع يغلب على التطبع. صحيح. ماشي اوامر. صحيح صحيح. وبالتالي عليك هو معدينك يحكمك مهما حاول انه يمثلها او يمثلها. أيوة. هي موجوده داخل موقف معين يكشفك فعلا. وعندنا هنا المعادن الغش كثيره، يعني ما تحس الناس يعني اكثر وفاء ويذكرون. وفيهم قوله تقول يا بنتي اذا اردت ان تعرف شخصا على حقيقته على اعطوه سلطه او مال. سلطه او مال، او مال من خلالها الشخص على حقيقته. اعترف هذه الشخص بعدك هذا. يا محمد والله ما رقعك فعلا، والله العظيم اكثر حاجتين ممكن يكشفوا طبيعه الانسان في حياته.